أعزائي طلاب الطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهواء مادة الكيمياء. قبل ما نبدأ في مادة الكيمياء، كل سنة طيبين، سنة سعيدة عليكم جميعا، ويا رب فرح الأمهات والأبهات وفرح شعب مصر كله بنتائجكم بإذن الله رب العالمين. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن الخلايا الجلفانية. احنا الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن خلية دانيال، واتكلمنا عن ازاي بعين جهود الاقطاب باستخدام قطب الهيدروجين، وخدنا حلقة كاملة، زمايلي يعني خدوا حلقة كاملة عن المسائل بتاعت القوة الدافعة الكهربائية. الفكرة بتاعت خلية دانيال، هل انا بستخدمها بنفس الشكل ده؟ لا، ده دي الفكرة بتاعت الايه، الخلايا. ولكن الخلايا دي اتطورت وبقت ليها اشكال تانية خالص، وبقت ليها استخدامات في غاية الاهمية. طب انا عندي كام نوع من الخلايا الجلفانية؟ انا عندي في نوعين من الخلايا الجلفانية. النوع الاولاني ده بنسميها خلايا جلفانية اولية. يبقى انا هاخد اول حاجة انواع الخلايا الجلفانية. انواع الخلايا الايه؟ جلفانية. احنا اتفقنا ان الخلايا الجلفانية انظمة يتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية من خلال تفاعلات أكسدة واختزال تلقائي. أكسدة واختزال إيه؟ تلقائي، يعني بتحصل عملية أكسدة واختزال ويديني طاقة كهربية. طب إيه السبب؟ إن أنا بستخدم معدنين أو بستخدم فلزين أو بستخدم مادتين، واحد فيهم جهد تأكسده أعلى من التاني. يبقى أنا الشرط الأساسي إن يكون عندي خلية جلفانية إن يكون مادتين مختلفتين، واحد فيهم جهد تأكسده أعلى من التاني. وإحنا متفقين من قبل كده إن دايما اللي جهد تأكسده أعلى ده بيمثل الآنود اللي هو القطب السالب، واللي جهد تأكسده أقل ده بيمثل الكاثود اللي هو الموجب. طب أنا عندي كام نوع من الخلايا الجلفانية؟ عندي نوعين. عندي خلية جلفانية أو خلايا جلفانية أولية، وعندي خلايا جلفانية ثانوية. يعني إيه خلية جلفانية أولية؟ خلية جلفانية بتحول الطاقة الكيميائية المختزنة إلى طاقة كهربية من خلال تفاعلات أكسدة واختزال تلقائي ولكنه غير انعكاسي. أكسدة واختزال تلقائي ولكنه غير ايه؟ غير انعكاسي. يعني ايه كلمة غير انعكاسي؟ يعني الخلية بتاعتي لما بتفضى ما ينفعش اشحنها تاني، بتترمي. طب يعني ايه كلمة الخلية بتاعتي لما تفضى؟ هي يعني الخلية بتفضى ازاي؟ ان الانود يتآكل وايونات خلية الاختزال تنضب تخلص. لو انتوا تفتكروا معايا خلية دانيال، احنا قلنا ايه؟ يتوقف التيار الكهربي في ثلاث حالات: تآكل الخرصين اللي هو الانود كلية، نضوب الايونات في محلول نصف خلية النحاس اللي هو الاختزال، نصف الاختزال، او ان انا ارفع القنطرة الملحية. طب احنا لو عندنا خلية من الخلايا الاولية، ايه اللي بيخليها تخلص؟ تآكل الانود خالص ينتهي، يا اما نضوب الايونات في نصف خلية الاختزال. طب انا عندي الخلايا الاولية اللي هي لما بتفضى بنرميها، عندي منها كام نوع؟ عندي منها خليتين. الخلية الاولانية بنسميها خلية الزئبق، والخلية التانية بنسميها خلية الوقود. خلية الزئبق دي الخلية البطارية الصغيرة اللي بتبقى موجودة في أجهزة الليزر الصغيرة دي اللي احنا بنشاور بيها أثناء الشرح، أو موجودة في الساعات أو في سماعات الأذن أو موجودة في كاميرات التصوير. دي اسمها خلية الزئبق، صغيرة في الحجم، جافة، بتديني قوة دافعة كهربية ثابتة. شوف التلات حاجات اللي أنا قلتهم دول: صغيرة في الحجم يعني سهلة التنقل، جافة، وفي نفس الوقت بتديني قوة ثابتة، قوة دافعة كهربية ايه؟ ثابتة لفترة ايه؟ طويلة.
الخلية التانية اسمها خلية الوقود. طب ايه هي خلية الوقود؟ دي خلية بنستخدمها في الصواريخ، محركات الصاروخية. النوع التاني من الخلايا اسمها خلايا ثانوية. عندي منها نوعين، عندي منها المركم الرصاصي. ايه المركم الرصاصي؟ دي البطارية بتاعت العربية. بطارية العربية احنا بندلعها وبنسميها المركم الرصاصي، اما في اللغة الدارجة بين عامة الناس بنسميها بطارية السيارة. النوع التاني من الخلايا الثانوية بنسميها بطارية عفوا ايون الليثيوم. ايه بطارية ايون الليثيوم؟ دي البطارية بتاعت الموبايل. احنا لو نفتكر الموبايلات اول ما ظهرت كنا بنستخدم بطارية اسمها بطارية النيكل كادميوم القاعدية القابلة للشحن. والمعلومة دي خدناها كده زي ما بنقول خطف كده في الباب الاول، بطارية النيكل كادميوم القاعدية القابلة للشحن. ولكن البطارية دي كانت امكانياتها قليلة شوية، وكمية الطاقة الكهربائية اللي ناتجة منها كانت قليلة. دلوقتي اجهزة المحمول بقت امكانياتها عالية، ممكن تتفرج عليها برامج، تتفرج عليها حاجات كتيرة جدا. فعشان كده انا محتاج بطارية اشد، فاخترنا بطارية ايون الايه؟ الليثيوم. يبقى انا عندي كده النهاردة اللي انا هدرس النهاردة ان شاء الله، الخلايا الاولية متمثلة في خلية الزئبق، متمثلة في خلية الوقود. لما نخلص منهم ان شاء الله هناخد الخلايا الثانوية، المركم الرصاصي وبطارية ايون الليثيوم. هنبدأ الشغل بتاعنا ببطارية ايه؟ او بخلية الزئبق اللي هي البطارية الصغيرة دي. خلية الزئبق انا احاول ارسمها كده رسم مبسط كده ونكبره شوية. ده عبارة عن وعاء صغير كده بين الصلب بالشكل ده، وهنا في عندي اسطوانة كده من الخرصين. يبقى اللي انا بظلله ده عبارة عن خرصين بالشكل ده، والخرصين عندي بيمثل الانود. يبقى ده الزد ان اللي بيمثل عندي الانود اللي هو القطب الايه؟ السالب. وفي عندي هنا عازل، مادة عازلة بتعزل لي الايه؟ الجزء ده. وفي هنا عندي حاجز مسابي، وفي هنا عندي الالكتروليت بتاعي. يبقى الجزء ده عبارة عن هيدروكسيد بوتاسيوم، وده بنسميه محلول الكتروليتي. وده حاجز مسامي، ده بيقوم بدور القنطرة الملحية. وبالشرط ان القنطرة الملحية تبقى موجودة في جميع الخلايا، يبقى ده عبارة عن حاجز مسامي، وده عبارة عن عازل. طيب الجزء اللي احنا بننقطه ده عبارة عن اكسيد الزئبق، وبنخلط معاه جرافيت كمادة مالئة يعني. يبقى انا عندي هنا الكاثود بتاعي ده عبارة عن ايه؟ اكسيد زئبق اللي هو ال HgO زائد الجرافيت. ده شكل مبسط لخلية الزئبق. خلية الزئبق التيار الالكتروني بيطلع من الخرصين اللي هو الانود، بيشغل الساعة او السماعة او الكاميرا، ويرجع للايه؟ للجزء الايه؟ الموجب اللي هو الكاثود. يبقى انا عندي اكسيد الزئبق ده بيمثل الكاثود الموجب. مطلوب مني في كل خلية لازم اعرف كذا حاجة وضروري يعني. اول حاجة النوع بتاعها، تاني حاجة مين الانود، تالت حاجة مين الكاثود، مين الالكتروليت بتاعي، المعادلة الكلية، والقوة الدافعة الكهربية للخلية دي. يبقى لازم اعرف كم معلومة؟ خمس ستة معلومات: نوع الخلية، الانود، الكاثود، الالكتروليت، المعادلة الكلية، وبعد كده اعرف القوة الدافعة الكهربية للخلية اللي انا شغال عليها. طيب ايه التفاعلات اللي بتتم في خلية الزئبق؟ عندي الخرصين، ايه اللي بيحصل عند الانود؟
عند الانود. ايونات الخرصين، ذرات الخرصين اللي هو الزد دي ام، بيحصل لها عمليه اكسده وتفقد 2 الكترون ويتحول الى ايون خرصين موجب 2. الالكترونات دي بتروح عند الكاثود الى اكسيد الزئبق اللي هو الاتش جي او، بياخد الـ2 الكترون، بتحصل عمليه اختزال، بيديني ذرات زئبق متعادله زائد ايونات اكسجين سالبه. انا اللي مقرر عليا المعادله اللي انا هكتبها باللون الاحمر اللي هي المعادله الكليه، ده اللي مقرر عليا. يبقى انا عندي الخرصين اللي هو زد ان متعادل زائد الاتش جي او اكسيد الزئبق في الاتجاه ده بنسميه عمليه تفريغ، هيديني فلز الزئبق زائد اكسيد الخرصين. لو انا بصيت ايه اللي حصل للزئبق، الزئبق حصل له عمليه اختزال. طب ايه اللي حصل للخرصين، الخرصين حصل له عمليه اكسده. بتدخل مننا ولا تلقائي؟ لا ده اكسده واختزال تلقائي. ولكن الخليه دي عيبها ايه؟ ان مجرد ما المكونات بتاعت الانود تتاكل وعندي الايونات اللي موجوده في نصف خليه الاختزال تنضب، الخليه تتوقف عن العمل. القوه الدافعه الكهربيه لخليه الزئبق بتساوي، ادي خليه الزئبق اهي تاني الشكل بتاعها، القوه الدافعه الكهربيه هتساوي 1.35 فولت. 1.35 ايه فولت. يبقى الخليه دي خليه جافه صغيره الحجم، تديني قوه دافعه كهربيه ثابته لفتره ايه، لفتره طويله. انودها الخرصين، الكاثود بتاعها اكسيد الزئبق زائد الجرافيت، الالكتروليت محلول هيدروكسيد بوتاسيوم اللي كي او اتش، عشان كده بنسميها خليه قاعديه. المعادله الكليه بتاعتها زي ما موضح عندنا في المونيتور كده، زد ان زائد الاتش جي او، عمليه تفريغ. لو بصيت التفريغ سهم رايح، ما عملتش سهم رايح وجاي لان ما بتشحنش، عمليه تفريغ، وهيديني زئبق زائد اكسيد الخرصين. لو انا بصيت لنهايه المعادله اللي انا بعمل حواليها دايره، ده زئبق شديد السميه. عشان كده بيجي لي سؤال في الامتحان يقول لي علل لما ياتي، يجب التخلص من خليه الزئبق بعد الاستخدام بطريقه امنه. يمكن احنا عندنا عاده وحشه كده جدا، ان دايما والواحد هو قاعد سرحان الحاجه يروح ماسك الحاجه ويحطها في بقه، ده غلط جدا بالذات مع الخليه دي، لانها تحتوي على ماده الزئبق شديد السميه. اي نعم هي محكمه الغلق، ولكن الواحد ما بيضمنش الظروف. عشان كده ده سؤال من الاسئله المهمه، علل ليه خليه الزئبق يجب التخلص منها بطريقه امنه بعد الاستخدام، لانها تحتوي على ماده الزئبق شديده السميه. دي بنسميها خليه الزئبق الاوليه. خليه الزئبق الاوليه ده احد انواع الخلايا الاوليه. في عندي خليه ثانيه اسمها خليه الوقود، وسموها خليه الوقود ليه؟ لان احنا بنستخدم فيها وقود الهيدروجين والاكسجين اللي بتستخدم في محركات الصواريخ. احنا عندنا محركات الصواريخ تبقى عباره عن تنكات ضخمه جدا من الهيدروجين والاكسجين. الهيدروجين بيشتعل في الاكسجين وبيديني بخار ميه مع طاقه حراريه، فاستغلوا ان الهيدروجين بيتاكسد والاكسجين بيحصل له اختزال في الحصول على تيار كهربي، في الحصول على تيار ايه؟ كهربي. المعادله الكليه بتاعتي ايه؟ ان انا عندي غاز الهيدروجين H2 الحاله الغازيه هيتفاعل مع غاز الاكسجين وهيديني 2 مول من بخار الميه زائد طاقه انرجي. هم عايزين من المعادله دي ازاي يحصلوا على طاقه كهربيه، ولكن هي معادله خطره، عشان كده بنستخدمها في ظروف معينه وبنتحكم فيها بطريقه معينه اللي هي خليه الوقود. طيب خليه الوقود دي شكلها ايه؟ ده عباره عن 3 غرف بالشكل ده،
هنحاول بس دي الرسمة ان شاء الله تطلع كويسة. ده سيقان كربون مسامي، وهنا برضو كربون مسامي، ده الانود اللي بتروح ليه لو مثلا في مصباح هنا بالشكل ده. ده خلية الايه؟ خلية الوقود. ده رسم ايه؟ رسم كروكي كده للخلية قدر الايه؟ قدر المستطاع. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن سيقان من الكربون بتمثل الانود. طبعا الهيدروجين اللي داخل من هنا لما بيتشبع بيها سيقان الكربون هي اللي بتمثل الايه؟ الانود. وهنا هيخش من هنا غاز الايه؟ الاكسجين. وهنا موجود عندي في المنتصف الالكتروليت اللي عبارة عن هيدروكسيد بوتاسيوم. ده رسم كروكي لخلية الايه؟ خلية الوقود. عندي الاكسجين الزائد وبخار المية بيطلعوا من هنا، وهنا بيطلع الهيدروجين الايه؟ هيدروجين الزائد، وهنا اكسجين زائد ومعاها بخار مية H2O فيبر. ده بنسميها خلية الايه؟ خلية الايه؟ الوقود. ده الشكل الايه؟ التخطيطي بتاعها. عبارة عن ثلاث غرف، عبارة عن ثلاث غرف. الغرفة الاولانية بيبقى فيها تيار من الهيدروجين، الغرفة التانية فيها تيار من الاكسجين، وعندي الحاجز بتاعهم او التجويف بتاعهم عبارة عن سيقان من الكربون المجوف او علب من الكربون الايه؟ المجوفة. علبة الكربون المجوفة ده بتسمح بمرور الايه؟ الايونات خلالها. طب ايه عندي الميكانيكية بتاعت التفاعل للخلية دي؟ لو انا لاحظت معايا كده، اتحرك معايا بالقلم كده، غاز الهيدروجين هيخش جوه مسامات الكربون، يفقد الكترونات، فالالكترونات تطلع من هنا، يبقى ده الانود بتاع اللي هو المصعد. وبعد كده هي تخش ذرات الهيدروجين، ذرات الهيدروجين في صورة ايونات الى الالكتروليت. الالكترونات بتلف من الناحية التانية، بيكون ذرات او جزيئات الاكسجين وذرات الاكسجين دخلت جوه الكربون المسامي تستقبل الالكترونات اللي فقدتها الايه؟ الهيدروجين. ده الميكانيكيه بتاعت الايه؟ بتاعت التفاعل. طيب قبل ما نشرح الميكانيكيه بتاعت التفاعل بتاع خليه الوقود، احنا كنا مجهزين لقطتين فيديو كده يبسط لنا خليه الوقود وخليه الايه؟ الزئبق. احنا هنبدا بخليه الايه؟ خليه الزئبق، بحيث ان اللي احنا شفناه في الورق نشوف هو بيشتغل الايه؟ بيشتغل ازاي. ادي خليه الزئبق، هنبص عليها. خليك معايا كده. ساق الخرصين او قرص الخرصين ده الالكتروليت بتاعي هيدروكسيد بوتاسيوم، وهنا ده اكسيد الزئبق ومعاه الكربون الايه؟ الكربون او الجرافيت. طب الشكل ده عايزين نشوفه بقى في الايه؟ في الطبيعه ان شاء الله. ان شاء الله جاهزين معانا بالجزء ده. بص كده معايا في الشاشه دلوقتي حاجه جميله جدا. ده شكل مبسط لخليه الزئبق. لو انا جيت بصيت للحركات بتاعت الايونات بتاع داخل الخليه، وبصيت للسلك اللي هو معمول رفيع قوي كده، الاقي فيه الالكترون بتتحرك فيه، لان ده موصل الكتروني. ايه اللي بيحصل؟ ايونات الخرصين او ذرات الخرصين بتفقد الكترونات زي ما انتم شايفين كده، فقدت الكترون، الالكترون بدا يتحرك لفوق اهو ومشيت في السلك من بره، بتروح للكاثود. الزئبق واكسيد الزئبق بيستقبل الالكترونات، الزئبق بينفصل عن الاكسجين، الاكسجين بيتحد مع الخرصين، ويبقى عندي اللي هو الزئبق الشديد السميه. لو احنا بصينا لها تاني كده بطريقه جميله جدا، ركز مع الحركه، رسمة معبرة جدا. الجزء البرتقالي اللي من فوق ده الخرصين، اللون الازرق ده الالكتروليت بتاعي اللي بيعمل على توصيل التيار الكهربي عن طريق حركة الايونات، والجزء اللي واخد لون وردي فاتح ده اللي فيها اكسيد الزئبق مع الجرافيت، والسلك الرفيع اللي من بره ده الموصل الالكتروني،
وانت عارفين ان المواصلات الالكترونية بتوصل التيار الكهربي عن طريق حركة الالكترونات، والمواصلات الالكتروليتية بتوصل التيار الكهربي عن طريق حركة الايه؟ الايونات. الخرصيب بيفقد الكترونات ويتحول الى ايون موجب يذوب في المحلول. الالكترونات اللي هو فقدها بتلف تشغل الاجهزة اللي انا عايزها، وبتروح عند الكاثود عند اكسيد الزئبق، بتحصل عملية اختزال للزئبق، فبينفصل الزئبق عن ايونات الاكسجين، الاكسجين بيتحد مع الخرصين ويديني فلز الزئبق. فلز الزئبق ده فلز شديد السمية، عشان كده لازم ان انا اتخلص من خلية الزئبق بطريقة امنة. وده سؤال بيجي في الامتحان دايما، وسؤال مهم، علل. يجب التخلص من خلية الزئبق بطريقة امنة. طبعا الرسمة اللي احنا شفناها على الفيديو هنا حاجة يعني حلوة وتسهل الايه الامور شوية، احسن من الرسمة على الورق. هنا برضو رسمة برضو على الورق اللي احنا مش حابينه ان شاء الله، وهنشوف خلية الايه، خلية الوقود. دي خلية الوقود، خلية اولية بنشغل بيها سفن الفضاء، بنمد الكهرباء لسفن الفضاء. المحرك الصاروخي عندي ده عبارة عن تنكات فيها وقود الهيدروجين ووقود الاكسجين، ده عشان يحرك الصاروخ الى اعلى، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ضد له في الاتجاه. الغازات دي لما بتندفع لاسفل بقوه، المحرك الصاروخي بيتحرك الى اعلى. طب الاجهزه الالكترونيه اللي جوه دي هنشغلها، نجيب لها كهرباء منين؟ من خليه الوقود. طب ليه سميناها خليه الوقود؟ لان كل مكونات الخليه دي هو نفس مكونات الوقود اللي موجود جوه الصاروخ، اللي هو الهيدروجين والايه والاكسجين. طيب تعال نشوف شكل برضو خلية الوقود بطريقة مبسطة جدا، وهتبقى أفضل لنا من الرسمة، والرسمة هنرجع لها شوية كده. آدي قدامنا كده خلية الوقود هتتكون، آدي خلية الوقود. أنا عايزك بس تتابع حركة الغازات اللي داخلة جوه الخلية. أهو كاتب لك هنا غاز إنتر، ده الغاز الداخل، ده الانود، ده الالكتروليت بتاعي، والاخضر اللي طالع ده الكاثود، والميه الزياده الووتر اكزيت ده الميه الزياده اللي هتخرج من هنا. الله، ده الخليه دي تدينا ميه كمان؟ ده تدينا ميه وتدينا كهرباء على اساس ان رواد الفضاء يشربوا. بص بقى لحركه ذرات الهيدروجين اللي داخله جوه بطاريه الوقود، حاجه في منتهى الجمال بصراحه. بص، فقد الالكترونات، تحولت الى ايونات هيدروجين موجبة، هتروح تتحد مع الاكسجين في الجزء اللي فيه الذرات الخضراء الزرقاء دي، وتبدأ تكون جزيئات مية. انا عايزك برضو تتابعها تاني، معلش تتابعها تاني. كنت حابب ان احنا نتابعها تاني لو في فرصه، معلش نشوفها تاني. لان ايوه، الله يبارك لك. ادي الغازات اللي داخله، ده كده الانود، ده كده الالكتروليت، ده الكاثود اللي ده عبارة عن سيقان من الجرافيت او اوعية مجوفة من الجرافيت، وده المية اللي هتطلع من التفاعل وتطلع برا الخلية. يبقى الخلية بتديني كهرباء ومية. ادي الهيدروجين، ذرات جزيئات الهيدروجين او ذرات الهيدروجين داخلة. تخش الكربون المسامي، تفقد الكترونات، تحولت الى ايونات هيدروجين موجبة في الالكتروليت. عند الكاثود هيدروجين هيتحد مع ايونات الاكسجين بتديني مية. يبقى اللي خارج ده عبارة عن جزيئات الايه؟ المية. الله يبارك لكم، يعني ده مجهود موفق من القناة ان هم قدروا يوفروا لنا الحاجة دي. فاحنا اللي احنا شفناه ده هندرسه على المهل، وهنوصفه. انت شفت بعينك دلوقتي الحركات دلوقتي بتاعت الايه؟ الجزيئات كلها. انا عندي الهيدروجين،
جزيئات الهيدروجين هتخش وتيجي جوه سيقان او اللي اوعيه الايه الجرافيت المساميه اللي هو الكربون المسامي، هتفقد الكترونات اللي بتبدا تخرج من هنا، وبعد كده الالكترونات دي بتلف في الناحيه التانيه بتيجي لمين؟ لجزيئات الاكسجين. الاكسجين بيكتسب الكترونات ويتحول الى ذرات اكسجين سالبه، هيتحد مع جزيئات الهيدروجين ايونات الهيدروجين الموجبه ويكون لي ميه، وبالشكل ان في واحد بيفقد والتاني بيفتقد بيكتسب، مرور التيار الالكتروني في السلك بينتج عنه تولد تيار ايه؟ تيار كهربي. طب انا عايز اشوف المعادلات اللي بتحصل في خليه الايه؟ الوقود. هناخدها بالتفصيل وهنشوف ايه اللي مقرر علينا منه. احنا عندنا ذرات الهيدروجين، ادي الهيدروجين، تحصل لها عمليه اكسده، جزيئات الهيدروجين تحصل عمليه اكسده بتفقد اربع الكترونات سالبه وهيديني ايونات هيدروجين موجبه. ايونات الهيدروجين الموجبه بتخش للالكتروليت، الالكتروليت دي عباره عن هيدروكسيد بوتاسيوم، يعني فيها ايونات هيدروكسيد سالبه. ايه اللي هيحصل؟ ايونات الهيدروجين الموجبه هتتحد مع ايونات الهيدروكسيد السالبه اللي تبع الالكتروليت وهيديني 4 مول من الميه. اجمع المعادلتين دول عشان اجيب المعادله النهائيه اللي هي مقرره علينا. طب والاتنين دول ايه؟ دول تفصيليتين بس عشان نبقى فاهمين المعلومه، ما بقاش انا حافظ المعلومه وانا مش ايه؟ مش فاهمها. طيب ايه اللي هيحصل؟ الاربعة هيدروجين اللي هنا هيطير مع الاربعة هيدروجين اللي هنا، يبقى انا عندي 2 H2 زائد 4 OH سالب هيدينا 4 الكترون سالب زائد 4 مول من الميه. ودي المعادلة الأولانية اللي بتحصل عند الكاثود، خلاص؟ دي المعادلة الأولانية بتحصل عند الإيه؟ عند الكاثود. ودي اللي مكتوب باللون الاحمر، ده اللي مقرر علينا. لو انا جيت بصيت لمعلومه صغيره كده على الجنب بيقول لي ان الاكسديشن جهد التاكسد بتاعه بيساوي 83 من 100 فولت، ويشوف بقى انت شخصيه مركزه او شخصيه بتركز في المعلومه ولا بتسمع كده وخلاص. يقول لك هو جهد تاكسد الهيدروجين في خلية الوقود، ويروح مديك مجموعة من الأرقام وفي نصها يحط لك زيرو. الطالب اللي مستعجل هيكتب زيرو. ليه؟ لأن هو حافظ إن جهد تأكسد الهيدروجين، بس التاني في قطب الهيدروجين القياسي بيساوي صفر. طب وهنا بيساوي كام؟ بيساوي 83 من 100 فولت. يبقى أوعى تنسى المعلومة دي، إن جهد تأكسد الهيدروجين في خلية الزئبق بيساوي 83 من 100 فولت. يبقى جهد الاختزال بتاعه يساوي كام؟ سالب 83. يبقى في فرق بين قطب الهيدروجين اللي فيها ظروف معينة ان ضغط الهيدروجين 1 اتموسفير وان تركيز الحمض بتاعي 1 مولر. في الحالة دي الجهد بتاع الهيدروجين في قطب الهيدروجين كاسي بيساوي صفر. طب وهنا في خلية الوقود الشروط اللي متوفره في قطب الهيدروجين مش موجوده هنا، يبقى هنا ليها قيمه. الله يبارك لك، خلي بالك من الحاجات الصغيره دي. يبقى جهد تاكسد الهيدروجين في خليه الوقود بيساوي 83 من 100 فولت، يبقى جهد اختزاله هيساوي كام؟ سالب 83 من 100. ده المعادله اللي باللون الاحمر، ده اللي مقرر علينا. امال الاثنين دول ايه؟ انا بوضح لك بس التفاعل بيتم ازاي عشان تبقى العمليه سهله الفهم. طيب انا عندي الهيدروجين، نرجع للخلية بتاعتنا، الهيدروجين فقد الكترونات وعدى في صورة ايونات موجبة واتحد مع ايونات الهيدروكسيد السالبة. ايه اللي يحصل بعد كده؟ الالكترونات بتلف بعد لما تشغل الاجهزة المطلوب منها وتيجي عند ساق الكربون او وعاء الكربون اللي بيستقبل مين؟ ذرات الاكسجين. اللي بيستقبل مين؟ ذرات الاكسجين. ايه اللي هيحصل مع الاكسجين؟ برضو هنفصلها وبعد كده نكتب المعادله المقرره علينا. ادي عندي غاز الاكسجين،
جاي من الناحية التانية من عند الهيدروجين من عند الانود 4 الكترونات سالب، كل ذرة هتاخد 2 الكترون فيديني 2O سالب 2، ده الايه؟ الاكسجين. تحول من ذرات متعادلة الى ايونات سالبة نتيجة ان حصل لها عملية اختزال. احنا في المعادلة الاولانية هوضحها كده قدامنا كده ثواني ونرجع تاني، طلع عندي من التفاعل كام جزء مية؟ 4 جزء مية، 4 مول. الاكسجين هيتحد مع 2 منهم، يبقى انا عندي الاتنين او سالب 2 زائد 2 HO H، ده هنا موجب وهنا سالب، ده مية. ايه اللي هيحصل؟ كل اكسجينايه هتاخد هيدروجينايه، كل اكسجينايه هتاخد هيدروجينايه، فيبقى عندي 4 OH، يبقى انا عندي بقى هنا كام؟ 4 OH سالب. اجمع المعادلتين دول عشان اطلع المعادله الكيميائيه اللي مقرره عليا. يبقى انا عندي الاكسجين سالب 2، اكسجين سالب 2 هيطيروا مع بعض، يبقى انا عندي الاكسجين اللي هو الاو 2 زائد 2 مول من المية هيديني 4 OH سالب. 4 OH سالب. ايه ده؟ ده الاكسجين عوض لي مجموعات الهيدروكسيل اللي استهلكها الهيدروجين. لو انا حطيت المعادلتين دول جنب بعض بالشكل ده، انا عندي الهيدروجين استهلك عندي 4 مول من ايونات الهيدروكسيد واداني 4 مول مية. معنى كده ان الاو اتش بتاع الالكترون بتاعي المفروض يستهلك. طب ما استهلكش ليه؟ لان الاكسجين بيعوضه لي من ايه؟ من الناحية التانية. يبقى انا كده عندي المعادلة الكلية عند الانود والمعادلة الكلية عند الكاثود. طيب عايز المعادلة الكلية، هجمعهم هما الاتنين مع بعض واطلع المعادلة الكلية. ادي المعادلة اللي عند الانود اللي هو الهيدروجين زائد 4 OH سالب هيديني 4 الكترون زائد 4 مول من المية. الاو اتش ده بايه ده؟ ده الاو اتش ايونات الهيدروجين في الالكتروليت اللي استهلكها الهيدروجين. طب مين اللي هيعوض للاو اتش ده؟ الاكسجين اللي داخل من الجنب التاني زي ما احنا شفنا في الرسمة بتاعتنا وفي الحلقة دلوقتي. يبقى انا عندي الاكسجين اللي هو الاو 2 زائد 2 H2O هيدينا 4 OH سالب. اجمع المعادلتين دول مع بعض عشان احصل على المعادلة الكلية، عشان احصل على الايه؟ المعادلة الكلية. طبعا الاكسجين ده هياخد 4 الكترون سالب، الاكسجين ده هياخد ايه؟ 4 الكترون سالب. اجمع المعادلة عشان اجيب المعادلة الكلية. الاربعة الالكترون سالب هيطير مع الاربعة الالكترون سالب اللي هنا. ما الاربع الالكترونات دول هم اللي حولوا لي جزيئات الاكسجين الى ايونات اكسجين سالبة. وحصل تفاعل مع المية واداني الاربعة او اتش. الاربعة او اتش اللي هنا هيطير مع الاربعة او اتش اللي هنا. وهنا عندي 4 مول مية هيطير مع الاتنين اللي هنا دول، يبقى هيفضل هنا عندي 2. اجمع المعادلة دي النهائية، ادي الاتنين مول هيدروجين زائد 1 مول من غاز الهيدروجين هيديني 2 جزيء مية زائد الطاقة الكهربية اللي احنا حصلنا عليها. احنا كده المخرجات بتاعتنا ايه؟ حاجتين، مية وطاقة كهربية. الطاقة الكهربية هي اللي بتشغل لي الاجهزة اللي موجودة في غرفة التحكم بتاع الصاروخ. المية اللي طالعة عشان ده تفاعل طارد للحرارة، المية اللي طالعة بتبقى في صورة بخار، فرواد الفضاء بيكثفوا المية دي وبيستخدموها في عمليات الشرب، بيستخدموها كشرب، لأن أنا مش هعمل محرك صاروخ وارفع وابعت معاهم مية، ولكن خلية الوقود هي اللي بتديني ايه؟ بتديني المية. المية دي بتيجي ازاي؟ إن التفاعل ده طارد للحرارة، بيطلع عندي بخار الماء بيكثف ونحصل على ماء قابل للايه؟ قابل للشرب. ده بالنسبة لخلية الوقود. طيب هل خلية الوقود دي بتستهلك؟ قال لك لا، ما بتستهلكش.
ليه؟ لان انا بستمد الهيدروجين والاكسجين من مصدر خارجي. انا دايما يعني اولاد الطلبه وانا بتكلم معاهم اقول لهم عندنا بوتاجاز شغال بانبوبه، البوتاجاز شغال بانبوبه، الانبوبه فضيت بنرمي البوتاجاز ولا بنغير الانبوبه؟ لا احنا بنغير الايه؟ بنغير الانبوبه. ليه؟ لان هو بيستمد الوقود بتاعه من مصدر خارجي. نفس الكلام عندي خليه الوقود بتستمد الوقود بتاعها من الخارج فهي لا تستهلك. طب هل الخليه دي اقدر اعتبرها مخزن للطاقه؟ برضو لا، برضو لانها بتستمد الوقود بتاعها من الايه؟ من الخارج. يبقى الخليه دي مهمه جدا لانها بتعمل حاجتين، اول حاجه انها بتمدني بكهرباء، تاني حاجه بتمد رواد الفضاء بالميه، تالت حاجه لا تستهلك لان بتستمد الوقود من مصدر ايه؟ من مصدر خارجي. فدي بنسميها خلايا اوليه. طب انا لو حبيت اعمل مقارنه بسيطه بين خليه الزئبق وخليه الوقود، عندي هنا خليه الزئبق وهنا خليه الوقود. عايز اعمل اول حاجه عايز اعرف مين الانود، وعايز اعرف مين الكاثود، وعايز اعرف مين الالكتروليت، وعايز اعرف المعادله الكليه، وبعد كده القوه الدافعه الكهربيه. لازم سعادتك في كل خليه تعرف الخمس معلومات دول، انودك طبعا النوع هنا الاثنين خلايا اوليه، لازم اعرف سوري لازم اعرف الانود واعرف الكاثود واعرف الالكتروليت، اعرف المعادله الكليه واعرف القوه الدافعه الكهربيه. خليه الزئبق عندي الانود اللي هو الخرسين زد ان. طب وفي خليه الوقود مين الانود؟ سيقان الكربون المشبعه بالهيدروجين. طب ينفع اقول هيدروجين بس؟ اه ينفع. طب ومين الكاثود هنا؟ اكسيد الزئبق HGO. طب ومين في خليه الوقود الكاثود؟ سيقان الكربون اللي بتحتوي على الاكسجين. طب ينفع اقول الاكسجين بس؟ اه ينفع. مين عندي الالكتروليت في خليه الزئبق؟ هيدروكسيد البوتاسيوم. ومين الالكتروليت في خليه الوقود؟ برضه هيدروكسيد البوتاسيوم. يبقى الخليتين خليتين قاعديتين. طب ايه المعادله الكليه لخليه الزئبق وايه هي المعادله الكليه لخليه الوقود؟ خليه الزئبق خرسين زد ان زائد اتش جي او تفريغ فقط هيدينا اتش جي متعادل زائد الزد ان او. دي المعادله الكليه، وما انساش اكتب على السهم ان دي عمليه تفريغ. نيجي عند خلية الوقود، يبقى عندي 2 مول من غاز الهيدروجين زائد مول من غاز الاكسجين، وبرضو بكتب عملية تفريغ للشحنة كده هيدينا 2 H2O زائد طاقة. القوة الدافعة الكهربية لخلية الزئبق 1.53 من 100 فولت. خلية الوقود القوة الدافعة الكهربية 1.23 من 100 فولت. وخلي بالك ان عندي جهد الهيدروجين في خليه الوقود لا تساوي الصفر، جهد التاكسد 83 من 100، وخلي بالك ان جهد الاختزال بيساوي ناقص 83 من 100. اوعى تكتب لي صفر طالما انا ما جبتلكش قطب الهيدروجين القياسي. الهيدروجين جهده بيساوي صفر في ظروف معينة. في قطب الهيدروجين لما يكون الضغط الجوي 1 اتموسفير او تحت ضغط 1 اتموسفير، ويكون المحلول الالكتروليتي بتاعي 1 مولر. الله يبارك لكم، محدش ينسى المعلومات الايه الصغيرة دي. الكلام اللي احنا قلناه ده كله خلايا اولية تفريغ فقط غير قابلة للشحن. البطارية الصغيرة دي لما بتفضى بنتخلص منها بطريقة آمنة لأنها تحتوي على مادة الزئبق شديدة السمية. أخش على النوع الثاني اللي هي الخلايا
الجلفانيه الثانويه. يعني ايه خليه جلفانيه ثانويه؟ خليه جلفانيه تحصل فيها عمليه اكسده واختزال تلقائي، بس في نفس الوقت انعكاسي. بيحصل فيها عمليه ايه؟ اكسده واختزال تلقائي وفي نفس الوقت انعكاسي. يعني ايه انعكاسي؟ يعني قابله للشحن. واخلي بالي الخليه الجلفانيه، الخليه الجلفانيه اثناء التفريغ هي جلفانيه، طب واثناء الشحن؟ ده هي خليه الكتروليتيه، خليه ايه؟ الكتروليتيه. طيب هنعمل رسمه مبسطه كده للخليه الجلفانيه اللي هو المركب الرصاصي. طيب في مكالمه، اتفضل. الو الو الو، يا اللي معانا. السلام عليكم. طيب يمكن في محاولة تانية حد يتصل. طيب هناخد المركب الرصاصي، المركب الرصاصي. المركب الرصاصي ده اللي في اللغة العادية كده الدرجة بتاعتنا بنسميها بطارية السيارة. جه قبل كده سؤال في امتحان الثانوية العامة قال للطالب اذكر استخدام واحد للمركب الرصاصي. كلام بسيط، واحد طالب فاهم كيمياء قال تحويل الطاقة الكيميائية المختزنة إلى طاقة كهربية. ده سؤال كيميائي أو إجابة كيميائية. واحد تاني كتب بطارية السيارة، إجابة صحيحة مش غلط. واحد كتب تحويل الطاقة الكهربية إلى تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، برضه صح. ماشي كده؟ طب مكونات المركب الرصاصي إيه؟ عبارة عن إيه المركب الرصاصي اللي هي البطارية بتاعت السيارة؟ هنحاول نرسمها كده. ده عبارة عن وعاء من الايه؟ المطاط الصلب او البلاستيك، بنسميها مادة البوليسترين. طب وانت بتستخدم مادة البوليسترين ليه؟ عشان بيقاوم ما بيتأثرش في حمض الكبريتيك اللي جوه البطارية. ده الوعاء البلاستيك بتاعنا. بيحتوي على ايه وعاء البلاستيك ده؟ الواح من الرصاص. بجيب شبكة رصاص وعبيها بالرصاص، والواح الرصاص دي بتمثل لي الانود. طب هما كام لوح؟ ست الواح، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وادي السادس اهو، متوصلين مع بعض بالشكل ده. ست الواح من الرصاص، هي بتبقى شبكة رصاص وبنوصلها، شبكة رصاص وبنوصلهم مع بعض. تليفون تاني، تليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله. ايوه حبيبي، مين معايا؟ حضرتك انا طالب احمد من القاهره. ازي حضرتك يا مستر سامي؟ اهلا وسهلا بيك حبيبي. حضرتك بس انا عندي سؤال بس بسرعه اعمليه لحضرتك. هو في الدرس بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه ولا في درس تاني؟ معلش الدرس تاني. وحضرتك لو مش هتقدر تجاوب لي الحلقه ديت، معلش انا حد يجاوب لي الحلقه اللي جايه بس. لا بص حبيبي، عشان بس عشان تبقى فاهم استراتيجيه القناه هنا، احنا يعني بنستقبل منك السؤال وبنجاوبه في النت، موقع القناه، وانت حضرتك تتعرض له ان شاء الله بكره باذن الله رب العالمين. سؤال بسيط بس يا مستر سامي. نعم؟ هو عايز سؤال بسيط يعني. ما لا اتفضل، ما اتكلمش عشان بس مش انت بس، عشان كل زمايلك كمان يسمعوا. اتفضل السؤال بتاعك. طيب السؤال بتاعك. علي صوتك بس شويه. حاضر. عند خلط حجمين متساويين. عند خلط حجمين متساويين. لمحلولين. لمحلولين. ايه؟ لمحلولين متساويين في التركيز. في التركيز، ماشي. قيمة بي اتش لأحد المحلولين 2 وللمحلول الآخر 6. ماشي. ده قبل خلطهما. فتكون قيمة بي اتش للخليط بعد الخلط يعني. الاختيارات 6 ولا 2 ولا 8 ولا 4. طب تصدق وتؤمن بالله يا ابني؟ ولا اختيار من دول صح. هو الاختيار طبعا مكتوب عندك في الكتاب انه 4. صراحة صح كده؟ طيب ايوه مكتوب 4. طيب انا عندي لما يكون عندي محلول البي اتش بتاعه 2، ده حمض قوي صح كده ولا لا؟ صح. طيب والمحلول الثاني البي اتش بتاعه 6، يبقى ده حمض ايه؟ ضعيف. طب الحمض القوي ده لما اضيف له حمض ضعيف ايه اللي هيحصل؟
هيديني بي اتش قريب من الاثنين، مش هيديني متوسط الاثنين. ولكن انا يعني ربنا يسامحني، انا ما احبش اقول الكلام ده، بس هو الاختيار ده مش 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 موفق يعني. السؤال بتاعي تاني. من وجهة نظرك. ده من وجهة نظري انا، وممكن اكون غلط انا كمان. هو الاجابه اللي موجوده عندك اربعه. صراحه ايوه انا عارف. ربنا يكرمك. ماشي، ولكن تعال انت احسبها معايا بالعقل كده بالراحه. عندك حمض قوي تام التأين. اوكي. البي اتش بتاعه 2. حطيت له حمض ضعيف غير تام التأين. ايه اللي هيحصل للحمض القوي؟ مش هيحصل له حاجه. التغيرات اللي دايما تبقى جامده بتحصل امتى؟ لو انا حطيت قلوي. اما هنا عندي البي اتش هيفضل قريب من الاثنين. ماشي يا ابني؟ ده وجهه نظري انا، ممكن يكون انا غلط واللي مكتوب عندك هو اللي صح. طيب ماشي. ماشي؟ طيب اتفضل، عندك اسئله ثانيه؟ لا طب بس انت مقتنع بالكلام اللي انا بقوله لك؟ طبعا اكيد. يبقى لا ما اقصدش يعني البي اتش هيبقى قريب من الاثنين. السؤال ده على فكره يعني كان موجود في امتحان، كان موجود في امتحان بوكلت للثانويه العامه، وكانت الاجابه بتاعتها ان البي اتش يقترب من الاثنين، مش ما بيساويش الاربعه. تمام. ماشي. اوكي. شكرا للاجابه. تحت امرك يا ابني. انا ما مش عارف اللي عملته ده صح ولا غلط، بس هو ده الصح، لا يصح الا الصحيح. طيب انا عندي هنا الواح من شبكيه رصاص بنعبيها بالرصاص، وده بيمثل لي القطب ليه؟ القطب السالب اللي هو الانود، يبقى ده الانود السالب، ده عباره عن ايه؟ الواح من الرصاص. طيب وفي عندي سته تانيين بس مليانين باكسيد الرصاص، يعني شبكه رصاص بس هنعبيهم باكسيد الرصاص، هعملهم باللون الاحمر كده عشان يبان. بالشكل ده، وده يمثل لي الايه؟ الكاسوت الموجب اللي هو الواح من ثاني اكسيد الرصاص. طيب الواح الرصاص والواح ثاني اكسيد الرصاص، الواح الرصاص والواح ثاني اكسيد الرصاص كلهم دول كده مغمورين في حمض كبريتيك مخفف H2SO4. تليفون تاني. تليفون. السلام عليكم. الو. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابني. احمد سوهاج. اتفضل يا احمد. كان عندي استفسار بس بعد اذنك. على نفس اللي احنا اتكلمنا من شويه. لا انا في سؤال وضح بالتجربه هيجي في سؤال وضح بالتجربه هيجي في الامتحان. ليه لا يا ابني؟ ايه المشكله يعني؟ هو عامه الاسئله بتاعتنا في الامتحان السؤال بيبقى عليه يا اما درجه يا اما درجتين. يعني انا اي تجربه تقابلنا احفظها. انت عندك التجارب اللي عندك افسرها لك مين هم عشان تبقى عارفهم؟ يا ريت بعد اذنك. طيب التجربه الاولانيه اللي هي تجربه المعايره. تمام. التجربه الثانيه كلوريد الحديد 3 مع ثيوسيانات الامونيوم. تمام. التجربه الثالثه اثر الحراره على تفاعل كيميائي متزن اللي هم الثلاث دوارق اللي جنب بعض دول. تمام. خلاص كده. وفي عندي اللي هو في الباب الرابع اللي هو الطلاء الكهربي، وفي تنقيط المعادن، وفي استخلاص الالومنيوم. شكرا. العفو يا ابني، تحت امرك. طيب نرجع تاني للايه؟ المركم الرصاصي. يبقى ده المركم الرصاصي شبكه من الرصاص بنغطيها بالرصاص، وده بيمثل الانود اللي هو القطب السالب. شبكه من الرصاص بنحملها وبنغطيها به ثاني اكسيد الرصاص، وده بيمثل الكاسوت. بين الواح الرصاص واكسيد الرصاص في عوازل، كل ده مغمور في حمض كبريتيك مخفف. الكثافه بتاعته من 1.28 من 100 جرام لكل سنتيمتر مكعب الى 1.3. ده كثافه الايه؟ الحمض. طيب التفاعل بتاعي جوه البطاريه بتتم ازاي؟ انا عندي تليفون. طيب تليفون تاني. الو. السلام عليكم. الو. ايوه. عليكم السلام يا مستر. اتفضل يا حبيبي. كان معايا سؤال في الباب الرابع. اتفضل. في الخلايا اللي شغالين فيها؟ لا هو السؤال بس في الباب الرابع.
يعني في الخلايا ولا في الخلايا التحليليه ولا فين بالظبط؟ هو السؤال في كتاب المدرسه، السؤال السادس. اتفضل. كيف يمكن الحصول على الالومنيوم من البوكسيت؟ من البوكسايت. ده ان شاء الله هناخده الحلقه اللي جايه، لا اللي بعديها باذن الله. ازاي احصل على الالومنيوم من البوكسايت؟ الحلقه الجايه ان شاء الله، لا اللي بعديها هنشرح التطبيقات التحليل الكهربي باذن الله رب العالمين. هناخد فيها طلاء المعادن، هناخد فيها تنقيط المعادن، استخلاص الالومنيوم من البوكسايت ان شاء الله. عندك اسئله ثانيه؟ وكان في سؤال ثاني. طيب اتفضل حبيبي. اذا كانت قيمه جهود الاختزال القياسيه لكل من الخرسين والنيكل، ادي الخرسين وادي النيكل، 762 من 1000 فولت. 762 من 1000 فولت. ده جهد ايه؟ ده الخرسين. ده جهد ايه؟ الخرسين. ايوه ما انا عارف، جهد اختزال ولا اكسده؟ لا اختزال. ايه؟ اختزال القياس. لا ده لو جهد اختزال المفروض يبقى باشاره سالبه. سالب. طب امال ايه؟ طيب والنيكل؟ سالب. 230 من 1000. 230 من 1000 فولت. ايوه. فان القوه الدافعه الكهربائيه للخليه هي نقطه فولت. هو عايز القوة الدافعة الكهربية للخلية اللي هو الاي ام اف، مش كده؟ ايوه. طيب بص يا احمد، لما احمد مش كده ولا مين حضرتك؟ مدحت. مدحت من العياط ولا من المنيا؟ المنيا. من المنيا. بص يا اخي مدحت، انا دايما اقول للطالب عشان تعين مين الانود ومين الكاسود هات من جهود الاختزال جهود الاكسدة. انت قلت ان الاثنين دول جهود اختزال، يبقى انا هجيب جهد ايه؟ اكسدة. يبقى ده هيساوي كام جهد الاكسده بتاعه؟ 762 من 1000 فولت. وهنا جهد الاكسده هيساوي بالموجب صح يا مستر؟ بالموجب طبعا، ما هنا سالب انت هتخليه بالايه؟ بالموجب. ماشي. وهنا هيبقى جهد التاكسد بتاعي 230 من 1000 فولت. بعد كده بتعمل مقارنه بين الرقمين اللي انت جبتهم بالاكسده دول. حطيتهم لك جوه علامه مستطيل احمر كده، انت واخد بالك يا ابني؟ ايوه. انا هقارن بين جهدي التاكسد، واللي جهد تاكسده اعلى هو الانود. مين اللي اكبر من وجهه نظرك؟ ال 762 من 1000 ولا ال 230؟ ال 762 من 1000 هو الاكبر كجهد اكسده. يبقى عندي الخرسين هو ده الانود، والنيكل هو ده الايه؟ الكاسود. اجيب القوه الدافعه الكهربيه ازاي؟ اللي هو الاي ام اف هيساوي جهد تاكسد الانود اللي هو الخرسين زائد جهد اختزال النيكل. طب جهد تاكسد الانود كام؟ 762 من 1000. طب وجهد الاختزال بتاع الكاسود كام اللي هو النيكل؟ ناقص وهنا 230 من 1000. تمام كده؟ انت مليتني النيكل صح ان هو ناقص 230 من 1000؟ ايوه. طيب خلاص، يبقى انت هتقارن بين جهدي التاكسد، واللي جهد تاكسده اعلى هو الانود، واللي جهد تاكسده اقل هو الكاسود، وبتاخد جهد اختزاله وبتجمع الرقمين وبتطلع القيمه بتاعتك. لو القيمه بتاعتك قيمه موجبه يبقى القوه الدافعه الكهربائيه دي يتولد عنها تيار كهربي، لو سالبه يبقى لا يتولد تيار كهربي. تمام يا ابني؟ طب هو النيكل يا مصر هيجمعه بالاشاره السالبه ولا الموجبه؟ اللي هو ايه؟ النيكل. ما انت بتشتغل على الارقام اللي موجوده عندك، انت بتقول جهد الاختزال بتاع النيكل ناقص 230. حط جهد الاختزال ناقص 230. 230 من 1000، حط نفس الرقم اللي انت شغال عليه. بص تاني، بص يا اخي مدحت، انت هتقارن بين الاكسده والاكسده. اللي جهد تاكسده اعلى هو الانود، واللي جهد تاكسده اقل هو الكاسود، وتاخد اختزاله. يبقى الاي ام اف بتاعك جهد تاكسد الانود زائد جهد اختزال الكاسود. طب الخرسين هو عطيني جهد الاختزال بالسالب، برضه هستخدمه بالسالب ولا؟ معنى انت عشان ما تلخبطش، بص هما ثلاث قوانين، اكسده ناقص اكسده، اختزال ناقص اختزال، اكسده زائد اختزال. مين الاحسن في دول؟ الاكسده زائد الاختزال، ده ما يخليكش تتلخبط. دايما اشتغل ان القوة الدافعة الكهربية للبطارية او لاي خلية جهد تاكسد الانود زائد جهد اختزال الكاثود، ده احسن طريقة للحل، ما تغلطش. جهد تاكسد الانود زائد جهد اختزال الكاثود. شكرا. العفو يا رب. ماشي. ماشي اوكي.
طيب الناس اللي بيتابعنا سامحونا يعني عشان خرجنا على الموضوع بتاعنا. هرجع لي المركم الايه؟ المركم الرصاصي. المركم الرصاصي الواح من الرصاص، الواح من ثاني اكسيد الرصاص اللي هو باللون الاحمر، بينهم مواد عازلة، كلهم غرقانين في حمض كبريتيك مخفف، الكثافة بتاعتهم من 1.28 من 100 الى 1.3 من ايه؟ من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طب ايه التفاعل اللي بيتم عند الانود وايه التفاعل اللي بيتم عند الكاثود؟ خلي بالك، وهي بتدي كهرباء خلية جلفانية. طب لما تفضى ونيجي نشحنها تبقى خلية تحليلية، تبقى خلية ايه؟ تحليلية. طب ايه التفاعل اللي هيتم عند الانود؟ قبل ما اتكلم عن التفاعل اللي يتم عند الانود، ما انساش ان حمض الكبريتيك اللي هو ال H2SO4 ده حمض قوي تام التأيد، بيديني ايونات هيدروجين موجبة واتنين مول من ايونات الكبريتات السالبة. ده الحمض التأيون الايه؟ الحمض. طب ايه اللي بيحصل عند الانود؟ اول ما بقفل الدايرة عن طريق المفتاح بتاع العربية، ذرات الرصاص تفقد الكترونات وتتحول الى ايونات رصاص موجبة تذوب في المحلول. ايونات الرصاص الموجبة لما بتقابل الكبريتات السالبة في المحلول تتحد معاه وتديني كبريتات الرصاص. يبقى انا عندي اد الرصاص اللي هو البي بي، هيعمل ايه؟ هيفقد 2 الكترون ويتحول الى بي بي زائد 2، هيتحد مع الاس او 4 سالب 2 ويديني بي بي اس او 4. دي المعادله رقم 1 اللي بيحصل عندي الايه؟ عند الانود. تاني، الرصاص ذرات الرصاص تفقد الكترونات وتتحول الى ايونات رصاص موجبه تتحد مع الكبريتات ويديني كبريتات الرصاص. الالكترونات بتلف تروح الناحيه الثانيه، ايه اللي بيحصل؟ موجود الناحيه الثانيه ثاني اكسيد الرصاص بي بي او 2 زائد 2 الكترون سالب، 4 هيدروجين موجب، اس او 4 سالب 2، هيديني البي بي اس او 4 زائد 2 مول من الميه. دي المعادله رقم كام؟ 2 اللي بيحصل عند الكاثود. اجمع المعادلتين دول عشان اجيب المعادله الكليه. يبقى الاثنين الكترون هيطير مع الاثنين الكترون، يبقى انا عندي البي بي زائد البي بي او 2 زائد 4 هيدروجين موجب، 2 مول اس او 4 سالب 2، ده في الاتجاه ده تفريغ، هيديني 2 مول بي بي اس او 4 زائد 2 مول من الميه. دي المعادله بتاع التفريغ. سعادتك كل ما تركب عربيتك ان شاء الله تشغل البطاريه تديك طاقه كهربيه، الرصاص واكسيد الرصاص وحمض الكبريتيك هتحوله الى كبريتات رصاص وايه؟ ميه. كميه الميه الناتجه من التفاعل ده بيؤدي الى ان تركيز الحمض بيقل، وبالتالي التيار الكهربي الناتج من الخليه الجلفانيه تبدا تقل. طب انا اعمل ايه في الحاله دي؟ بوصل المركم الرصاصي بمصدر تيار كهربي مستمر اعلى قليلا في الجهد. كده انا هعمل ايه؟ هحوله من خليه جلفانيه الى خليه ايه؟ تحليليه. فتنعكس التفاعلات، عشان كده بسميها خليه انعكاسيه. اللي كان انود هيبقى كاثود، واللي كان كاثود هيبقى انود، والتفاعل ده يرجع في الاتجاه الاخر. يبقى دي بسميها عمليه ايه؟ شحن. يبقى وهي بتفرغ هي خليه جلفانيه، وهي بتتشحن بمصدر تيار كهربي مستمر اعلى قليلا في الجهد، هي خليه ايه؟ الكتروليتيه، وعشان كده بنسميها خليه انعكاسيه. اعزائي طلاب طلبات الثانويه العامه، كنت اتمنى اديكم خليه الايون الليثيوم، ولكن ان شاء الله زمايلنا في الحرب العالميه هيكملوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.